يا أبنائي، النهاردة السرقة بقت علم وأجهزة وأفكار تكنولوجية. طول ما رجال المباحث بعيد عنها احنا في أمان. الحداقة والفهلوة والجدعنة دول كان ممكن ينفعوا زمان. علم الجرام له نظريات كتيرة حطلها تروها في الكتب. انا مش جاي النهاردة عشان اسمع لكم مادة علمية، انما جاي اقول لكم تجربتي العملية. كلام الكتب هيفيدكم بانكم تنجحوا في الامتحان، كلام انا هيخليكم تنجحوا في حياتكم العملية. فكر كتير، ادرس كتير، تاكل فطير، ما تخاطرش بنفسك في اي عملية غير مدروسة. بالشجاعة ابدا انك تعرض نفسك للموت، دي غباوة، لانك وانت حي بنستفيد منك اكتر. احنا داخلين في صراع مع مجرمين، يعني يا بلعوكم يا بلعتوهم. كل صابر فيكم لازم يبقى جلع، يعني المجرم اللي طلع لك مطوى طلع له سنجة، طلع لك مسدس طلع له رشاش. كل صابر مننا لازم يبقى السداد انه ضحي بحياته ويموت في سبيل رسالته. اللي يقول انه هو بيفهم كل حاجة يبقى ما بيفهمش حاجة. يجب يا اولادي يكون شغلنا بروح الفريق، تيم ورك. في قسم للمعلومات، في قسم للالكترونيات، في قسم للتصوير، في قسم للتخدير. ايد لوحدها ما تسقفش، وايد على ايد تودي بعيد. اعتمد على نفسك، مش عايزك تثق في اي حد، شك حتى في روحك. انت لوحدك المسؤول، يعني تعمل تحليلات بنفسك، تراقب بنفسك، تطارد بنفسك، تهاجم بنفسك، ما حتى جلدك مثل ظفرك. النهارده يا اولاد احنا في عصر الكمبيوتر. الجيل بتاعنا زمان اتعلم النشل على خيال مآتة، ملبسينه بدله حاطين جواها محفظه ومعلقين على صدره جرس. النهارده احنا عندنا موديل الكتروني جوني العجيب، اي لمسه غلط من الدارس يديله على قفاه. هيدرسوا لكم دكاتره جايين من اوروبا، هخش عليكم باجهزه كمبيوتر واجهزه مش عارف ايه. انا بقول لا، ادواتك هي دماغك ودراعك، يعني كل واحد فيكم يحط دماغه على كفه ورزقه على الله. سيادتك، تصور حضرتك السكه زحمه بشكل مش معقول. المشوار من الاذاعه لحد الجامعه اخذ ساعه وربع. صحيح هو الوقت متاخر، لكن انا تحت امرك وامر الاذاعه. نبتدي بعد اذنك؟ نبتدي. سيداتي وسادتي، حلقه الليله مع نجم صادع لم يره الكثيرون، لانه نجم لا يسطع الا تحت قبه الجامعه. الاسم؟ انا الدكتور عبد الفتاح عزمي، عميد كليه الاقتصاد. في بعض شكاوي من طلبه الكليه، نحب نسمع راي سيادتك فيها. عن ايه بالظبط؟ طلبه البكالوريوس بيشتكوا من ماده الماليه العامه، هو مين اللي بيدرسها؟ الزميل الفاضل الدكتور عبد المعطي ابو المحاطي. حضرتك عرفت حاجه عن مشاكل الطلبه؟ في اشاعه بتقول ان اسئله الدكتور ابو المعاطي صعبه، مركز لم ينجح أحد، لكن أنا بطمن أبناء الطلبة. هسأل حضرتك أسئلة شخصية، بس بشرط تكون الإجابة صريحة. ممكن أعرف الأسئلة؟ حاضر. السؤال الأول؟ مش لاقياه. طب الثاني؟ كان ويا الأولاني. والثالث؟ طبعا تلاقيه معاهم. معلش يا فندم، ممكن نختم البرنامج؟ عزيزي الطالب، تصبح على خير، أشوف حضرتك الأسبوع اللي جاي. أنا في انتظارك في أي وقت. ألو؟ ألو؟ دكتور عبد الفتاح عزمي عميد كلية الاقتصاد؟ أيوة، مين سيادتك؟ أنا فاعل خير.
اسمع يا استاذ عبد الفتاح، انزل دلوقتي روح كباريه النجم الذهبي، هتلاقي مراتك سهرانه هناك. طيب متشكر. ناديه تليفون، رد انت قومي رد على التليفون. نعم. الو، حرم الدكتور عبد الفتاح عزمي عميد كليه الاقتصاد. ايوه، مين حضرتك؟ انا فاعل خير يا فندم. ممكن تسمحي دلوقتي تنزلي تروحي كباريه النجم الذهبي، هتلاقي جوزك سهران هناك. طيب. ايوه. انت لسه ما رحتش يا برودك يا اخي. الله يخرب بيتك يا اخي. دكتور عبد الفتاح عزمي عميد كلية الاقتصاد. يرحمكم الله يا فندم. في إشاعة بتقول إن أسئلة الدكتور المعاطي صعبة، مركز كمان جه أحد. إيه دي؟ دي إشاعة يا فندم، دي إشاعة، بس الحقيقة يعني أنا أسئلتي سهلة جدا، دي تنفع لأي طالب، دي على مستوى الطالب الأبيض المتوسط. ممكن أعرف الأسئلة؟ 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 ثانية واحدة يا فندم. أسئلة. ثانية واحدة يا فندم. ثانية واحدة. أيوة يا فندم. السؤال الأول. أيوة، السؤال الأول تكلم عن مستوى النقاء في أسواق العملة الحرة. شفت يا فندم البساطة. طب الثاني؟ نعم؟ السؤال الثاني. اشرح اسباب انخفاض منحنى الطلب مع ثبات منحنى العرض. ايوه فندم، شفت سيادتك. والثالث؟ هو نفس السؤال الثاني، لان مفيش ثالث يا فندم. تصبح على خير. وانت من اهله يا فندم، بس رجاء انك تتغطى، بتعطس كتير قوي واحنا محتاجين لك. الله يكرم. السؤال الثاني. ماتي. ايوه جاي ماتي. جاي يا حبيبتي جاي. عفارم، اسئله امتحان بكالوريوس كليه الاقتصاد دي ثروه، ما اعرفش قيمتها الا اكبر علماء الاقتصاد في البلد. انا شاكك في ايه الان. وانا قلقان. لا ده انا قلقان، اول مره العميد يطلبني عشان يعرف اسئله الامتحان. طب مش جايز يكون مش هو؟ مش هو. هو انا توه عن صوته؟ ده انا عبد المعطي، اعرف صوت العميد من وسط مليون صوت. وصوت؟ استني انا اتصل بيه. انا قلقان قوي. مشغول. وانا مشغول. هكلمه بعد كده. هكلمه. اسئله الامتحان اهي. شد حيلك وذاكر، فضل على الامتحان 5 ساعات. اعلى يا حبيبي اعلى. اديني شؤون القانونيه. ايوه يا دكتور حسن، الاشاعه طلعت مظبوطه، الامتحان اتصرف بالكلمه بالحرف، اتخذ كل الاجراءات القانونيه ضد الدكتور عبد المعطي. ايوه. عملتها فيا والله. ما سيبك، انا كنت فاكرك من عند الطبيب. خشوب مين؟ ايه ده؟ ده يا يا راجل يا تربوي. ده انت تربوي. خش يا راجل. انت بتتكلم معايا يا اخي. انا هفرجك مين اللي تربوي.
انا في مجال تقييم هذه العمليه. انا اقدر اقول لكم العمليه دي نجحت بنسبه 94.3%. المره الجايه ان شاء الله هيبقى 100%. طبعا التكرار يعلم الحمار، قصدي يؤدي الى الاتقان. انتوا لو كررتوا العمليه دي تاني مش بس هتفشل، لا دي هتكشف كمان العمليه الاولى. يجب يكون دايما شعارنا how to be always new. من هذا المنطلق اقدر اقول لكم يا ابناء كوزموس، ready steady go. ده احنا ابو الهول عاملين عليها بلو، انا جايبه لك حتشبسوت كلها. قلت ايه؟ قبضني على ما نوصل يكون الولاد حطوا القتيل في شنطه العربيه. والنعم انا بشك انك قريبها، فيك شبه كبير منها. هي امك اسمها ايه؟ يور ماذر نفرتيتي. مش قلت لك نفرتيتي؟ خد ما 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 ملف القضيه اهو، طلعته لك من ارشيف المحكمه، خد مننا غلبه كبيره قوي. تعالى خد. ايه ده؟ ورقه ب 100 جنيه اللي خده في رش المحكمه بقشيش عشان خاطر يطلع الملف للمحامي يقراه. اعلالي ب 1500 جنيه والا مش هتاخد الملف. ما تخافش يا حبيبي اطلع لك بيهم مصر. المأمورية اللي انا اخترتك ليها محدش يقدر يقوم بيها غير صلاح شوقي. متشكر على ثقتك فيها دي يا فندم. انت من دلوقتي هتسيب القسم بتاعك وهتطلع مأمورية شرق القاهرة. الموضوع استفحل قوي يا صلاح. ايوه استفحل قوي يا باشا. القضايا كترت والخط البياني في ارتفاع. كل يوم سرقات سيارات، سرقات متاحف، سرقات امتحانات جامعة. أيوة. نصب احتيال. أيوة. وكل ده بيقيد ضد مكهول. أنا تحت أمرك يا باشا، تحت أمرك، بس يعني بشوية تعليمات شوية توجيهات من سعادتك للزملاء هم هقولك كل نتائج مطلوبة. دول مش عايزين توجيهات، دول عايزين منبهات. مفيش غيرك أنت يا صلاح، أنت يا ابني بتفكرني بشبابي. أيوة بس يا باشا صلاح تقوم من مكتبي على شرق القاهرة على طول. اخيرا جالكم المقدم صلاح شوقي. جالك الموت يا تارك الصلاه. ثمانين جرح اتسرقت مساكن في شهر واحد. والله يا عاد دي دايره القسم دي كلها ما فيهاش اكتر من 100 شقه. اللي ناقص يساوي شقتي انا. العفو يا باشا. بس اخويا اسمع يا رجاله، دي كرامتنا وشرفنا. لا نقدر عليهم يا اما كل واحد فينا غير شغلته. انا شخصيا مستعد اسعى بعربيه ترمس. مين ده اللي يقدر يعمل اي مخالفه وصلاح شوقي موجود في المنطقه؟ ايوه يطلع مين ده؟ انتباه يا ابن لكمان هنقهر اخويا. ابناء كوزموس، احنا نعتبر نفسنا في فتره بيات صيفي، اجازه كونجيه، لغايه ما نشوف صلاح بيك شوقي ده ميته ايه. واحد زي ده قعدنا في بيتنا ولبسنا طرح. يا اخوانا مفيش داعي للياس، احنا نعتبرها فتره تامل. ايوه كده هيفرعن وياخد في نفسه قلم لما ما لقيش اجوانه على جنايات عنده. ده قال يا فرعون ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. انا مش عايز حماس الشباب ياخدكم، محدش يرمي نفسه قصاد الترماي ويبقى عاقل. ده يبقى عاقل جدا. انا عندي فكره. قولي. هنخلي صلاح شوقي بدل ما يشتغل ضدنا يشتغل لينا ويجيب لنا حقوقنا لحد عندنا. انت جالك مخك حاجه؟ انا هقف على اول ناصيه قريب من باب الاسم واختار لي عربيه دافيانه ارمي نفسي تحتها، صاحبها قوامي يفرمل اتبل عليه واقول طصني، وهناخده على الاسم. واللي يدفع 100 جنيه عشان ينام في الشيراتون يدفع 200 جنيه ولا ينامش في التخشيبه.
بس دي فيها خطورة على حياتك يا عاطف. انت علمتنا ان كل شيء بالتدريب والاصرار يبقى سهل. والله فكرة. اذا ابناء كوزموس ريدي ستدي جو. اسمع ابو كمين، طريقة شغلي معاك لازم تفهمها كويس، ولازم التفاهم بيننا يبقى بمجرد نظرة عين. لابد يا سعادة البير. كويس، انا ليا طريقة خاصة بالتحقيق، يعني متهم يجي اقتصادي ابدا استجوبه لازم انا وانت وهو نتعاون كتيم ورك عشان نخليه يعرف الحقيقة. ازاي يا سعادة البير؟ نعمل له توتر عصبي او صدمات نفسية تخليه يتشغل عن التفكير في اي كلمة جديدة، ما يفضلش في نفوخه غير الحقيقة الراسخة المتبلورة في البقرة اللا شعوري عنده فيقول الحقيقة على طول. ونشغله ازاي سعادة البير؟ اول ما تشوفني بولع السيجارة بالولاعة تديله زغد لطشة قفا اللي ادرك عليه ربنا. ما اسهل ذلك يا سعادة البير. ايوه بس احنا ما بنلجاش يا ابو كمين للطريقه دي الا مع المجرمين الخطرين المسجلين معتادي الاجرام، مش معاه متهم. خلي بالك ان ده كمان مش بغلط تعذيب اطلاقا، انما عشان نبعد عن مخه اي كلمه جديده. انا شخصيا بعتبر اللجوء للعنف ده فشل لضابط المباحث، انما دي تجاوزات مضطرين ليها لتلات اسباب: نقص في الامكانيات، عجز في الادوات والاجهزه، كتر القضايا لا ونقص في عدد الضباط. الحقيقه هما اربع اسباب، وده علشان نحمي المجتمع من المجرمين العتاة. تولع السجاره بالولاعه اديله تديله. الو الو الهدف عدى من امامنا في الطريق ليكم. حول استعد غالب وجاري السفينة. أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف في بنتي. أنتي أنتي جوا عليا يا حبيبتي. ما تعملش في روحك كده يا أمتي. تصريني عامد متعمد، يعني لو كنا جوا خط ال 18 كان يبقى بيلن، يعني تف مع طبق الإصرار والترصد والقانون صريح. فاول يعني فاول. معلش يا برنسيس زمان صاحب العربية في الجنة. إلى جنة الخلد يا روح أمك. يعني إيه؟ ما فضلش منه حاجة؟ ما على إيدك، ما فيش إلا شوية الخردة دول. ينفعوا عمرهم في وكالة البلح. ده بدل ما تقروا الفاتحة على روحه. الفاتحة. دل على سلامة الوصول. أنا مش مهم، المهم الأنسة، فداها كل حاجة، حتى العربية، حتى لو كانت الطيارة، فداها. أنا مش مهم، المهم هي تكون بخير. والخير يجي منين؟ ما هو قدامك صباع أهو مجزوع. مش تخلي بالك وأنت سايق، ولا هي صوابع الناس لعبة؟ يا أنكل، الأنسة هي اللي رمت نفسها قدام عربيتي. رمت نفسي؟ ليه؟ بحبك، وقع في غرامك، خطيبي، جوزي، حبيبي، ملوعني، مسهرني، هجرني. لا. اديك قلت، امال حرمي نفسي ليه تحت عربيتك؟ وكمان بتكذب. عي 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 عي. عايز تسوق سمعه البيت عشان تعنس؟ حقنا لازم ناخده يا ابنائي بالقانون. انا محامي ومستعد اجيب لكم حقكم بالقانون. لا بالدراع. لا كنتوا فاكريني لقمه طريه تبقوا غلطانين. ده انا مطقطق قوي وبرم قوي، والكل اللي في قفايا ده من نومه الرصيف. اذا يا ابناء كوزموس جو. Woo!
شوف اخ حنبله، انت شاب ومن سني، يعني احنا الاثنين نعتبر من جيل واحد، يعني مش معقول هستعمل معاك العنف او امد ايدي عليك. عشان كده لازم تكلمني بوضوح. بعد ما خدت البضاعة وديتها فين؟ ورحمة الغالي لو كنت فاكر لكنت قلت. ايوه يا باشا، تحت امرك يا باشا. يا باشا تنور مكتبك يا باشا، تحت امرك، تحت امرك يا باشا تنور. انا مواقف عنك لك علم يا فندم، انا ما اقبلش انك تعامل مواطن شريف في المعاملة دي وعلى مكتبي. المكتب يبوظ. وبعدين حبولة ده شاهد مش متهم، ده مواطن شريف، انا ما اقبلش ابدا. انا بقى وبعدين خذ الاخ حنبولة وكرمه بواحد كاكاو يروقه وحطه في الحاجز لغايه لما افتكر. اميره سعاده البيت من بيت اصيل مش زي بعضهم. قدامي حاسب، حاسب على ايدك يا عنبه. صلاح مين ده يا باشا؟ انا حازم. انا باشا حازم مين؟ حازم ابن خالتك. خالتي مين؟ خالتك صفية. صفية ازيك يا حازم؟ ازيك اخويا؟ اتفضل باشا. ازاي؟ ايه اللي عمل فيه كده؟ انا سالت عليك قالوا انك انت هنا في ماموريه، قلت اجي اسلم عليك. مش ده المهم، مين اللي خرشمك بالخشمه دي؟ يا نهار اسود، ضربوني في دايرتك يا صلاح. في دايرتي؟ في دايرتك. انا صلاح خرشموا كل الخرشمه دي وسابوا ده؟ ده لما يصيبه الدور. حلوه حلوه حلوه. بنت ما تزيدش عن 25 سنه وما تزيدش عن 50 كيلو، انما ايه؟ عيوني كومن. ويا فين البنت دي؟ هي وبيت عيلتها مشرفين الاسم عندك. لوكا مين؟ انا فندق. ازعج الاهل المتابعين دول من تحت. تمام يا فندق. جهاز التصنت اللي انت حاطه فيه بجيب حازم جايب نتيجه كويسه. كل ده من تدبيرك يا بروفيسير. برافو بروفيسير. اتفضلوا يا كابر، صلاح بيب نفسه عاوز يتعرف عليكم. مد اخويا. مين عاطف؟ انت عاطف؟ قالك صلاح شوقي يا عاطف اللي هخليك تمشي في الشارع تبص حواليك. اللي ينام في المايه ما يخافش من النطر يا سعاده البيه. ده صحيح، بس اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي قد العادي. تقدري تقولي لي على سبب واحد يخليكم كلكم تضربوني؟ انا عربيتي اتفشفشت بسببك، ومع ذلك نزلت بكل انسانيه عشان اسال عليك. انا عملت كده دفاعا عن النفس؟ انا مكسوفه اقول قدامكم الراجل ده كان عايز يعمل ايه؟ انت يا مجرمه كان عايز يعمل ايه؟ قولي ولا تخبيش يا زين. لا يسلم الشرف الرفيع من اللي اسمه ايه ده حتى يراق على جوانبه الدم. هتعمل لي فيها الفرزدق؟ اخلص اخويا. طيب انت ما تقولش للناس دي ليه وازاي. الناس دي الاجرام عندهم هوايه، الاجرام في دمهم. امها الله يرحمها كانت موهبه، دي ما خلتش حبل غسيل الا ما قصته، ولا جلده ساعه الا ما شرطتها. واقف القدره على فمها تطلع البت لامها. لا ايه خليتها؟ لا انا مش واخد بالي من المساله اساسا. لا 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 لا، قصدي الظروف، الظروف وليست الوراثه هي اللي بتخلي الانسان يا اما شريف يا اما مجرم، والمجرم من صنع المجتمع، لا ينصلح حاله الا اذا انصلح حال المجتمع نفسه. لا معلش يا متر، العيال دول لن ينصلح حالهم الا بالكرباج لما ينسل في جسمهم نساير نساير. لا 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 لا، سوري يا كابتن سوري. هؤلاء الفتيه يحتاجون الى علاج وليس الى عقاب. لو كمين خد العيال دول ارميهم في التخشيبه، والبنت دي تحطها في حجز انفرادي لوحدها. لوحدي؟ طب ومالي؟ ما انا طول عمري لوحدي، جيت الدنيا وحيده، لا لقيت اب ولا ام ولا اخ ولا اخت، لا قريب ولا حبيب ولا خطيب ولا جوز. اتولدت مش زي كل الناس، لا على دندايه ولا على سرير مستشفى. اتولدت كبير سلم، نزلت من بطن امي على البلاط، راحت قطع الخلاص برقبه ازازه وسابتني ومشيت. كانت الدنيا ساقعه وفضلت ساقعه على طول، وانا قعدت اعيط اعيط، لا حد طبطب عليا ولا ضمني الحضن ولا بسني. اعمل ايه؟ نصيبي كده، ما اللي له ظهر ما يتضربش على بطني،
واحنا لا لنا ظهر ولا بطن ولا اصل ولا اي حاجه ابدا ابدا ابدا. انا ظهركم وانتم اهلي. حازم والاوله شرط اخره نور. ما نمدش ايدنا للحرام. وحناكل منين؟ هدور لكم على عمل شريف. ده احنا سواد يا بيه. هفتح لكم كشك سجاير. المحافظه هتشيله. هعلمكم صنعه بعد ما شاب ودوك كتاب. العرق اللي انتوا بتعرقوه عشان تهدوا ممكن تعرقوه عشان تبنوا. حقيقي ده البني طالع والفاحت نازل. الشوارع اللي بتكنسوها عشان تدوروا على زبون تقلبوه ممكن تكسبوا اكتر لو كنستوها بمقشه. العربيات اللي بتتعلموا تفكوها حته حته وتبيعوها في الوكاله ممكن تتعلموا ازاي تصلحوها. كل ما نقول التوبه اش 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 الشيطان يقول النوبه. ايدكم في ايدي. فاضل حاجه واحده بس، انكم تستسمحوا صلاح بيه. نستسمحوا. خلاص خلاص رجاله، خلاص يا حازم عشان خاطرك انت بس. انا مستعد افتح معاهم صفحه جديده عشان بعد كده ابقى مخلص ضميري من اللي هعمله فيهم. انا اضمنهم بعناية. تسلم عينيك. وتسلم ايدك يا حازم.